فإن قيل كان من الممكن وقتها أن يتم تخيير كل واحد هل يريد أن يخلق أم لا؟ قلنا الجواب في السؤال من وجهين. الأول هو أن شهادة عالم الضر مجرد اكتساب لمعلومة لا أكثر، يبقى في عالم الأرواح ليس الأجساد، الله سبحانه لم يخلق الأجساد في عالم الضر وإنما هي أرواح، الله سبحانه وتعالى أشهدها على ملكوته وأشهده على خلقه وربوبيته وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. لما الأرواح قذفت بعد ذلك في أرحام الأمهات وخرج للدنيا هو في الفطرة في أصل روحه يعني يعلم أن له رب، لما بينكر بينكس فطرته. فالأول هو أن شهادة عالم الضر مجرد اكتساب لمعلومة لا أكثر، فهي لا تتطلب حيازة علوم ومعارف مسبقة، يتطلبها اتخاذ قرار. والله كلام جميل والله. بصوا بقى، فالمخلوق في عالم الضر ليس لديه من العلم والمعرفة ما يصلح لإبداء الرأي في هذا الأمر أصلا. يعني أنت في عالم الضر أنت أصلا تروح ليس لك أي معرفة، ليس عندك أي علوم مكتسبة. والوجه الثاني هو أن التخيير متضمن في سؤال الإشهاد على ربوبية الله. فخلاصة الأمر أن شهادة عالم الضر ليست حجة تنفع الملحد المعترض، بل هي حجة عليه، لأنها تخبرنا عن كمال عدل الله مع خلقه عندما أطلعهم على ده من تمام عدل الله أنه أطلعهم على ربوبيته لهم في عالم الضر وأشهدهم عليها وغرسها في أرواحهم، فلم يعد لهم حجة ولا مبرر بعدها. ومن تمام عدل الله ورحمته إيه بقى؟ أنه لم يجعل ميثاق الضر حجة مستقلة. يعني وإحنا بنكلمك على عالم الضر وأنت بتقول لي ناسي، فبقول لك ما يشترط أن أنت بقى فاكر. طب خلاص، عايز بس أكد على الجزئية دي، أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على عالم الضر إلا بعد أن يرسل الرسل والرسالات. فلما يرسل الرسل والرسالات وما جاء به الرسل وينكروا كلام الله في كتابه، يبقى كده إيه؟ يبقى كده كفر بواح. وإن تمام عدل الله ورحمته وهدايته وعلمه المحيط الواسع الكبير، فهو يعلم أنه قد يحتج البعض بأنه نسي عالم الضر. الله سبحانه يعلم أن الناس هتقول إحنا مش فاكرين عالم الضر، فأرسل الرسل والرسالات لأنه الهادي، لأنه الرب الخالق. لم يحاسبهم على الكفر به لمجرد الإشهاد، ولكن لم يحاسبهم إلا بعد فعل الفعل وعلى أعمالهم، وليس على علمه الأزلي وليس على مجرد الإشهاد إلا بعد إرسال الرسل والرسالات. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.